للحديث عن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا وتداعياته وتأثيراته على المنطقة، معنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور عبد القادر نعناع، الباحث والأكاديمي في العلاقات الدولية، وأيضا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله السلمان. أبدأ معك أستاذ عبد القادر، يعني روسيا تهدد باستخدام القوة النووية، كيف تقرأ هذا التطور المستجد؟ بداية دعنا نؤسس على فكرة بالغة الأهمية أن السلاح النووي هو سلاح ردع. منذ أن اكتشف السلاح النووي أو اخترع السلاح النووي لم يستخدم إلا مرة واحدة، عندما لم يكن هناك سوى دولة نووية واحدة أو دولة ذرية واحدة، كانت الولايات المتحدة. إذا السلاح النووي موجود بهدف منع القوى الكبرى من محاربة بعضها البعض. هذه النقطة الأولى. ثم ما تحاول روسيا اليوم هو دفع الأزمة إلى ما يسمى بحافة الهاوية، أي تصعيد التهديد، لكن هذا يبقى في إطار التهديد على الأقل في الوقت الحالي. تدرك القوى الغربية والولايات المتحدة أن هذا التهديد بالنووي إنما هو مجرد تهديد. عموما فرنسا سبقت روسيا عندما ذكرت روسيا بأن الناتو هو قوة نووية. إذا كلا الطرفين يحاول تذكير بعضهما البعض بأنهما قوى نووية، ويجب الحذر من الضغط على بعضهما حتى لا تتطور القضية إلى قضية حرب نووية. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الأكثر خطورة فهي التطورات التي حصلت في العقدين الماضيين على مستوى الأسلحة المضادة للأسلحة النووية أو الصواريخ المضادة للأسلحة النووية. هنا تكمن الخطورة. هذه تقنية جديدة تمنح روسيا والولايات المتحدة إمكانية استخدام السلاح النووي، وإن كان الآن لا يمكن الحديث عن ذلك، إضافة إلى صواريخ الهايبرسونيك التي تمتلكها روسيا والصين، وهي أيضا بالغة الخطورة ويمكن أن تكون نووية. إذا روسيا لا تنوي الآن استخدام السلاح النووي، ولكن تحاول أن تدفع الأمور إلى أقصاها بغية منع الغرب من تصعيد الموقف أو تصعيد دعمه للحكومة الأوكرانية وللمقاومة الأوكرانية التي تجري الآن. إذا على الأقل الآن لسنا بصدد حرب نووية. نعم استاذ عبد القادر، ساعود اليك مره اخرى. استاذ عبد الله السلمان، ماذا عن التاثيرات الاقتصاديه لهذا الغزو الروسي لاوكرانيا؟ هل ثمه تاثيرات اقتصاديه ستلقي بظلالها القاتمه على منطقه الشرق الاوسط لا سيما العراق؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الاكارم. ان المعطيات التي افرزتها الاحداث وخصوصا وفق القرارات التي اتخذتها امريكا واوروبا ضد روسيا بالتأكيد تخلق تداعيات على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وبالتأكيد البلدان الأفقر اللي هي في الشرق الأوسط تتأثر بهذه التداعيات بشكل مباشر، ولا سيما العراق الذي يفتقر لأبسط مقومات التخطيط الاقتصادي في الأزمات وغيرها. هذه المشكلة الاقتصادية التي تنجم عن أحداث أوكرانيا في الشرق الأوسط. وبعدين نحن نرى أن الشرق الأوسط غير مستعد لمثل هذه الأزمات، لأن الأنظمة في هذه المناطق غير مهيئة استراتيجيا لوضع خطط سليمة أثناء هذه الأزمات. فبالتأكيد التداعيات خطيرة على هذه المنطقة، وخصوصا الجانب الاقتصادي الذي هو بالأصل يعاني من أزمة مستفحلة ومستديمة في هذه البلدان، ولا سيما العراق. الغذاء وخصوصا القمح الذي يعتمد فيه طبعا العراق على أوكرانيا وأستراليا وأيضا روسيا. اسمح لي فقط أستاذ عبد الله، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد القادر، يعني ما الذي أغضب روسيا حتى هددت باستخدام السلاح النووي؟ ما مدى نجاعة العقوبات الاقتصادية التي أخرجت بعض بنوكها من نظام سويفت؟ طبعا روسيا اكتشفت ان غزو اوكرانيا لم يكن كما هو مخطط له بالغ السهوله، لا هناك مقاومه. عموما الولايات المتحده وفق تقارير فورن بوليسي على سبيل المثال، عفوا فورن افيرز، الولايات المتحده تدرب المقاومه الاوكرانيه منذ عام 2015، يعني الولايات المتحده والغرب يدرك انه غير قادر على ضم اوكرانيا الى الناتو حتى لا يستثير روسيا، ثم هو غير قادر على الوجود العسكري في اوكرانيا حتى لا يواجه روسيا. إذا هناك كانت من البداية خيارات بديلة يتم الاشتغال عليها منذ عهد أوباما، وهو تدريب القوات الأوكرانية لتكون مقاومة. هذا ما اكتشفته روسيا ووجدنا رأينا الخسائر الكبيرة في اليومين الماضيين للقوات الروسية. هذا أولا أغضب الروس تماما. ثم سلسلة العقوبات المتوالية، حتى أن مثلا ألمانيا ساهمت فيها، اليابان،
مجموعة كبيرة من الدول بدأت تنضم إلى هذه العقوبات، هذا استفز روسيا كثيرا ودفعها إلى التلويع بالنووي، وإن كان نكرر فكرة أنه مجرد تهديد أو محاولة ثني الغرب عن هذه العقوبات. أما مدى قساوة هذه العقوبات، نعم دعنا نقول أننا أمام مجالات زمنية، على المدى القريب على الأقل هناك مجموعة من الأضرار أكبرها سيقع على روسيا. روسيا على سبيل المثال نصف صادراتها إلى أوروبا، 40% من غازها إلى أوروبا، 20% من صادرات أوروبا يذهب إلى روسيا. إذا روسيا على المدى القصير ستتضرر بشكل كبير جدا، ثم الاقتصاد الأوروبي، ثم الاقتصاد العالمي، يعني الاقتصاد العالمي كله سيتضرر، لدينا ارتفاع في الكلفة التشغيلية، ارتفاع فاتورة الطاقة، ارتفاع فاتورة كلفة الإنتاج. استاذ عبد القادر اسمح لي ان انتقل الى الاستاذ عبد الله. استاذ عبد الله، البعض من المراقبين والمحللين الاقتصاديين يقولون ان هذه المرحلة هي مرحلة ارتفاع اسعار النفط، لذلك الدول الغنية بالنفط سوف تضرب ضربتها، او بمعنى ستكون المستفيد الاكبر. ترى السؤال هنا، العراق هل فيه من الخطط الاقتصادية التي ممكن ان تستثمر هذه المرحلة وخصوصا ارتفاع اسعار النفط؟ الاقتصاد العراقي اقتصاد لا ينتمي إلى أي مدرسة اقتصادية تستخدمها دول العالم، هو يعنون على أنه اقتصاد ريعي ودولة ريعية، إلا أن المسألة الأساسية في الاقتصاد الريعي هو أن تكون الدولة أو الحكومة هي مالكة الأشياء وهي التي تستلم كل موارد الدولة. العراق اقتصاده يسمى الاقتصاد الطائش لأنه ليس هنالك دولة مركزية تلتزم بالاقتصاد، فلذلك الميليشيات لها اقتصادها. النفط الأساس اللي هو المورد الأساسي في الاقتصاد الريعي للعراق، تمتلكه الشمال، يمتلك نفط، والجنوب تمتلكه الميليشيات ولهم أرصفة خاصة بتصدير النفط لصالح حساباتهم الخاصة. فخيرات العراق غير بيد الدولة المركزية، فذلك العراق يفتقر إلى أبسط مقومات البنية الاقتصادية السليمة، فبالتأكيد ينعكس سلبا على كل أبناء الشعب العراقي هذه. فأما الزيادة فهي أكيد موجودة زيادة بالأسعار، وإن لم تكن كما يتخيل إلى البعض أنها كبيرة، لم تكون قليلة أكثر مما هو عليه الآن، ولكن مع زيادة الأسعار، مع زيادة الأرباح ستزيد الأسعار، وهناك سياسة تخفيض الرواتب، فهناك ستزيد رقعة الفقر في العراق وتزيد نسبة الغريب الجوع أن كل والحاجة. كلما ارتفعت أسعار النفط ترتفع معها معدلات الفقر في العراق. اسمح لي أستاذ عبد الله أن أنتقل لأستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، هذه العقوبات هل برأيك سوف تستمر على روسيا، وخصوصا هناك تهديدات مستجدة كما تحدثنا في بداية الحوار عن تهديد باستخدام السلاح النووي، هل ستبقى هذه العقوبات على نفس الوتيرة؟ حسب سيناريوهات المشهد الميداني، يعني روسيا اليوم لم نعد نتحدث ماذا تريد روسيا، ولكن أساسا لا يمكن العودة إلى تاريخ 24 فبراير. اليوم نحن أمام إما أن تنتصر روسيا وبالتالي أن تبتلع أوكرانيا سواء بهيمنة مباشرة أو بهيمنة غير مباشرة عبر نظام دمية كما في بيلاروسيا، هنا ربما نكون أشد عقوبات، أشد تكتل دولي، أشد تغييرات كبرى في النظام الدولي. الخيار الثاني ربما ما زال قائما أيضا، وهو تجميد الوضع الحالي والحصول على مكتسبات من الحكومة الأوكرانية في مقابل رفع العقوبات مثلا، في مقابل تغيير الحكومة، في مقابل تحقيق مطالب روسيا التي هي بالأساس حجج. طبعا الخيار الثالث وهو هزيمة روسيا غير وارد الآن، ما تزال روسيا تتراوح بين الخيارين، إما الانتصار في أوكرانيا وإما الحصول على مكاسب وتجميد الوضع الراهن. إذا العقوبات على المدى القصير نعم ستستمر، بل ستتصاعد من عدة دول في العالم. طيب أيضا أستاذ عبد القادر، يعني هناك من يرى بأن الإدارة السياسية والإعلامية للغزو ولأبعاد هذه أبعاد هذا الغزو الروسي لأوكرانيا أقنع الغرب بأن يدعم أوكرانيا، يعني إلى أي مدى ترى أن ذلك صحيحا ومنطقيا وواقعا؟ صحيح، لأن النظام الدولي كله في حالة تغير، انتهت لحظة الأحادية القطبية ونحن الآن نلج إلى شكل جديد من النظام الدولي. لم يتحدد بعد، ربما يكون ثنائي أو ثلاثي على الأشكال القديمة، وربما ننتج أشكال جديدة.
إذا الغرب مدرك أن الحراك الروسي الآن، الحراك العسكري الروسي وغزو أوكرانيا هو لحظة التغيير التاريخي، لذلك هو متكاتف حتى لا يكرر أخطائه التي صارت مع ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وفي الحرب العالمية الثانية، وخصوصا أن بوتين يكرر تماما السيناريوهات التي مشى عليها هتلر سابقا. لذلك الغرب ليس أمامه الآن سوى التكاتف، إعادة إحياء الناتو بشكل قوي، إعادة تفعيل أدوات كثيرة، ومن ضمنها بما أنه لا يستطيع مواجهة روسيا وليس من المنطقي أن يذهب إلى مواجهة روسيا حتى لا تكون حرب نووية، الخيار الأول اليوم والعقوبات، الخيار الثاني الاستمرار في دعم المقاومة أو الحكومة الأوكرانية بأكبر كم من الأسلحة ونراه الآن قائما، الخيار الثالث بناء تكتل دولي سواء من القوى المتضررة من روسيا أو مجموعة من الدول التي ترى أن روسيا تهدد السلام العالمي. نعم أستاذ عبد القادر، سأعود إليكم مرة أخرى. أستاذ عبد الله، هذا الغزو لأوكرانيا ودعم الميليشيات الانفصالية، إلى أي مدى ترى أنه ربما سيغذي أيضا المشاريع الميليشياوية في منطقتنا، في منطقة الشرق الأوسط، في المنطقة العربية تحديدا، في منطقة العراق؟ الحقيقة الفارق كبير جدا، لأنه في أوكرانيا أو القوى الانفصالية في أوكرانيا تمتلك قدرة الجيو استراتيجية، وهذه هي تتضمن الجيو سياسية والجيو عسكرية والجيو جغرافية، فكل المسائل تمتلكها، وإضافة إلى البعد والبعد التاريخي والموجود مع روسيا، روسيا قريبة محاذية لهم، وهي تعتبر يعني هم يعتبرون من الأصول الروسية. كل هذه هي عوامل تفتقر لها ميليشيات منطقة الشرق الأوسط. ميليشيات المنطقة الأوسط بشكل عام يعني منذ تأسيسها تعتبر بندقية للإيجار لإثارة الفوضى في المناطق، فهي تفتقر إلى هذه المواصفات التي تمتلكها القوى الانفصالية الموجودة في أوكرانيا. فمثلا لا يمكن إقامة النظام اليوم، أكثر القوى الانفصالية تدعمها مشاريع أجنبية بعيدة المدى، مثلا تدعمها إسرائيل، تدعمها أمريكا، وهذه بعيدة جغرافيا عنها، تمتلك هاي تمدها بالمخططات، تمتدها بالتدريب، بالتعاون، لكن لا تستطيع مد يد العون لها. وهذا ما حدث في الاستفتاء، واضح كان حدث في الاستفتاء، كانت العراق خسارة. نعم، العراق يعيش الآن يعني حالة احتقان سياسي، حالة فوضى السلاح، حالة ثورات مطالبة بإسقاط نظام سياسي وإسقاط نظام محاصصة. هذا الضغط الإضافي الذي سيقع على العراق، هناك تحذيرات من منظمات دولية وكذلك مؤسسات دولية واقتصادية من أن العراق سيكون مثقل ب3 مليارات دولار إضافية نتيجة يعني أزمة توريد القمح إلى العراق بعد يعني الغزو الروسي لأوكرانيا. هل هذا الأمر سيلقي بظلاله على مزيد من الثورات في المنطقة وتحديدا في العراق؟ العراق ظروف الثورة مهيئة وموجودة أصلا، خلقتها سياسات الأنظمة السياسية المتعاقبة بعد الاحتلال، فهذه شروط الثورة هي موجودة وجاهزة، وهذا كل ما زيدت أزمة كل ما تهيئت ظروف الثورة وتوسعت رقعتها أوسع. أما زيادة الأسعار وزيادة أن خسارة الدولة 3 مليارات إضافية، فهي نصفها ستذهب إلى جيوب الميليشيات وغيرها، والمتأثر هو الشعب، ولكن الشعب بالتأكيد ستزيد رقعة المتضررين، منهم الموظفين سيتضررون أكثر، المتقاعدين، ناهيك عن زيادة نسبة البطالة والفقر. فبالتأكيد هذه من أكبر مسببات الثورة ومن تداعياتها على النظام السياسي. نعم. وإنهاء بالضرورة ستكون. نعم، شكرا لك، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد القادر، يعني من وجهة نظرك، هل بوتين الرئيس الروسي قادر على تكوين نظام أو فرض نظام عالمي جديد بناء على الكثير من الأدوات التي تملكها روسيا، أدوات تكنولوجية، أدوات اقتصادية، يعني أدوات عسكرية، تلويح باستخدام سلاح نووي، هل يمكن له فرض نظام دولي جديد؟ ليس فرض، المساهمة في إحداث تغييرات حقيقية في النظام الدولي تؤدي إلى تغيير النظام الدولي. نعم. لأن مهما كانت قوة بوتين، لو نظرنا إلى مؤشر القوة العسكرية على مستوى العالم لوجدنا أن باستثناء الولايات المتحدة
التسع دول التالية للولايات المتحدة تعادل مجتمعة في قوتها قوة الولايات المتحدة. إذا هناك عملية فرض تغييرات وليس فرض نظام دولي جديد. الصين أيضا تفرض تغييراتها، قوى إقليمية متعددة تفرض تغييراتها. إذا نحن في لحظة الانتقال، لم ننتقل. إذا يمكن أن نقول أن النظام الأحادي انتهى، لكن لم نلج نظاما آخر. نحن نلج الآن ما يشبه حربا باردة كالحرب الباردة السابقة. روسيا قادرة على زعزعة الأمن الدولي وتحديدا ابتداء من شرق أوروبا، وطالما كان شرق أوروبا منتجا لأنظمة جديدة على المستوى الدولي. هذه العزلة المالية والسياسية أستاذ عبد الله التي بدأ النظام الروسي أو بدأت روسيا تعيشها، من وجهة نظرك يعني انعكاساتها على المرحلة الحالية؟ المرحلة الحالية تأثيراتها محدودة بالوقت الحاضر، لأنها أيضا سترتد على أوروبا أيضا، يعني لا تتضرر فيها فقط الاتحاد السوفيتي أو عفوا روسيا الاتحادية، إنما تأثر أيضا ترتد على أوروبا فتخلق أزمة. لكنها الآن الأزمة في بدايتها، وليس هناك يعني علامات واضحة على مدى استمرارية هذه الأزمة أو وسع توسيع رقعتها. هذا يعتمد على القرار الغربي في كيفية المواجهة مع روسيا. يعني الأزمة ليست خطيرة الآن اقتصاديا على الأقل، ولكن روسيا ستتجاوز كثير من المحطات بالدعم الصيني والدعم حتى اليابان. هناك رسائل يابانية سرية إلى روسيا أنه نحن معكم. إضافة الشرق الأوسط سينقسم بأغلبه إلى جانب روسيا، لأنه فقد الثقة بأمريكا خصوصا في السنوات الأخيرة وسياساتها تجاه المنطقة العربية. طيب أستاذ عبد القادر، أخيرا، إلى أي مدى تتفق مع ما تحدث به الأستاذ عبد الله؟ هل هناك فرص للتوجه للسلام والعودة إلى نقطة السلام من جديد؟ إذا كنا نقصد السلام في أوروبا، ما زال هناك إمكانية للوصول إلى سلام مؤقت، لأن مشروع بوتين ليس أزمة سياسية مع أوكرانيا. مشروع بوتين إعادة روسيا إلى مصاف القوى، تحويلها من جريت باور أو قوة كبرى إلى سوبر باور أو قوة عظمى. بدأ المشروع مبكرا جدا، مر بجورجيا، مر بالقرم، مر بسوريا وليبيا والتشاد ومالي، والآن ينتقل إلى أوكرانيا كإعلان فجعا. إذا سلام مؤقت، نعم، ربما بتقديم تنازلات واقتناع بوتين أن مشروعه الآن متعثر، لكن سلام نهائي في أوروبا لا يمكن أن نتحدث عن سلام نهائي طالما أن شكل النظام القائم في موسكو الآن بهذه العدوانية تجاه العالم كله. إذا حتى نتحدث عن سلام، إما أن يتغير شكل النظام القائم في موسكو سلام كامل ونهائي، وإما أن تتم هزيمة روسيا، وهذا سيناريو ليس واردا الآن، ولكن إن تمت هزيمة روسيا على سبيل المثال، هنا سنتحدث عن سيناريو شبيه بسيناريو الاتحاد السوفيتي عام 91. شكرا لضيوفي الكرام عبر سكايب من اسطنبول، الدكتور عبد القادر نعناع الباحث والاكاديمي في العلاقات الدوليه، وعبر سكايب ايضا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي الاستاذ عبد الله سلمان. شكرا جزيلا.